لكن في مثلا عودة حسين الشحات واستمرار كهربا، يعني بدأ يستعيد ورجليه بدأت تاخد على الملعب بقى يقف، ده من الحاجات المهمة جدا قبل ماتش الوداد. حتى ماتش الوداد بإذن الله تعالى في الثلاث ماتشات الفريقين او الاربعة في الدوري هيخلوك واقف. ايه لازم دول يبقوا موجودين ثابتين في الملعب، ده لعب خلاص الماتش كامل مفيش خروج. يعني ايه لازم تديهم خلاص ان انت ليك هدف كمدير فني عاوز توصل لحاجه، ان خلاص طرفين ملعب عندك جاهزين. لو ظهر حاجه كمان كويسه قوي، يعني لو بنتكلم على ان كهربا بدا يحط رجليه بشكل كويس، بنتكلم على عمرو السوليه ما زال ما شاء الله محافظ على مستواه، حمدي فتحي محافظ على مستواه بشكل كويس، وكهربا عايز اتكلم خاصه كهربا ان على الشكل التكتيكي اللي لعب المباراه اللي فاتت انه كان بيقوم تقريبا بدورين، بدور يعني دورين كشادو سترايكر راس حربه، يبقى راس حربه تاني حسب كمان وهمي يعني بالظبط. فده شيء ايجابي بالرغم انه ضيع فرص، مفيش مشكله انه ضيع فرص، لازم يبقى بصيل وفاهم وعارف انه لازم يدافع عن نفسه، لازم يدافع عن نفسه ويثبت للجمهور ان هو صفقه مفصليه هتدي اضافه للاهلي في مواجهات في المواجهتين الصعبتين اللي جايين. يعني لازم يدافع عن نفسه ويقاتل ويثبت نفسه. يعني مساله مش مساله انك انت، لا في لعيبه وجودها اساسي لان بتعمل تقل للفريق وبتمثل مشكله للمنافس. يعني كهربا عنده القدرات الفنيه اللي تحطه انه يقدر يقود الاهلي للمباراه النهائيه. يعني ايه؟ ايمانه بقدراته بثقته بنفسه مع عوده حسين الشحات، مع وليد سليمان ويرجع ماشي خلاص مع حاله السوليه وعمدي فتحي واليو ديانج، ودي كلها دي العناصر المفصليه مع وجود وليد سليمان، دي الحاجات الناس يعني ايه اللي تبقى عارفه شايله انه الفرقه لازم. يعني انت هدفك ايه؟ التاهل للمباراه النهائيه يبدا من مباراه المغرب، عدم انتظار مباراه العوده في القاهره.